احنا رمضان جانا يا عم، كل سنة وانتو طيبين. وطالما اتكلمنا عن رمضان وجبنا سيرته، لازم تكون عارف ان المحتوى الاول والاكتر بحث والترندي بشكل مستمر الناس بتدور عليه هو محتوى المسلسلات. ولو حضرتك عايز تكسب من محتوى المسلسلات فلازم تفهم ان قدامك 3 طرق. اما بقى لو بتفكر انك تعمل نفسك روش وتجيب الفيديو نفسه وتحطه على برنامج المونتاج وتبدأ تقطع 3 ثواني في 5 ثواني في 3 ثواني وتركبهم على بعض وتضيف صوتك، فعايز اقول لحضرتك في الوطن العربي مفيش حاجة اسمها استخدام عادي، وان حضرتك كده ممكن تاخد الانذار الاول في الثاني في الثالث ويتم اغلاق قناتك بصورة نهائية. وهنا هتوحشنا، لان كمان ممكن الاي بي يتم حظره من اليوتيوب، واي قناة تفتحها يتم اغلاقها لانها مرتبطة بقناة تم انتهاك سياسات اليوتيوب. علشان كده بنصحك بلاش تعمل كده. رقم 1، لو عايز تكسب من المسلسلات اطلع بنفسك واتكلم عن المسلسل بنفسك، واعمل حلقات ورد فعل على المسلسل، وابدأ انتقد او طبل او قول اي حاجة صح او غلط، واعمل لنفسك قاعدة جماهيرية، وانتهز ان البحث ده الناس بتبحث عنه على اليوتيوب، فانت تظهر في محركات البحث وتعمل لنفسك جمهور. وهنا حضرتك هتتحول بعد رمضان لمحتوى جديد وموسم جديد، والناس هتتابعك كشخصك، فمش هتتابعك علشان المسلسل، لا هتتابعك علشان حبيتك انت. بتطلع تنتقد او بتتكلم على مسلسلات او افلام، فالناس هتحبك، وبعد كده هتكون انت اصلا العلامة التجارية بتاعتك مش المسلسلات. فانصحك تستغل عامل الناس بتبحث عنه دلوقتي وتبدأ تنضم ليه وتعمل من خلاله فيديوهات حلوة، واطلع بنفسك، اطلع بموبايلك وابدأ اتكلم. الموبايل ده تقدر تعمل من خلاله فلوس في رمضان والله العظيم 3. انصحك بس حاول على قد ما تقدر قناتك تكون خاصة بالترند، ما تروحش تجيب لي قناة طبخ وتعمل عليها مسلسلات، غلط، تدمير قناتك، تدمير خوارزمياتك. على ما تظهر اصلا في محركات البحث انت بالمحتوى الجديد هتكون اثرت على القديم، وبرضو الجديد متأثر بالقديم، والله هتندم. علشان كده ما تحاولش تعمل اللي انت بتفكر فيه ده اطلاقا. ممكن تبدأ من دلوقتي وتقول مواعيد المسلسلات والقنوات، وتبدأ تتكلم على كل برومو او كل اعلان وتتناقش وتنتقد وبراحتك وعيش. الناس انتقدت احمد السقا في اخر ظهور ليه في الكبير او في اعلانه، وعملوا فيديوهات وجابوا مشاهدات، وحضرتك لسه بتفكر ازاي اسرق المسلسلات واقطع ونزل واندم. طب قدامك فكرة اهي، اشتغل عليها. الفكرة التانية، الناس اللي بتشتغل على سكتشات في الفيديوهات القصيرة، ممكن تاخد مواقف بتحصل في المسلسلات تعملها انت واخوك واختك وقرايبك، بحيث انك تظهر او تتريق على المسلسل، وتكتب مثلا مسلسل كبير قوي بطريقتنا، وده هيساعدك جدا انك توصل لاكبر عدد ممكن من الناس، وانك تلزق في الترند وتشوف اهم مسلسل الناس بتدور عليه وبتكلم عليه، وحاول تتريق عليه، او حاول تكون مثلا عامل مكياج نفس الشخص، حاول تطور من نفسك في الجزئية دي، لان الجزئية دي مهمة جدا ليك. وبنشوف قنوات كبيرة بتعمل كده وبتطلع ترند في الفيديوهات القصيرة. لو اشتغلت على الموضوع ده انا بأكد لك ان 10 مليون مشاهدة هتعملهم وانت مغمض عينك جدا في رمضان. ما تحاولش تعمل غير كده، انك تطلع تقلد، ما تجيبش مسلسلات وتحط صور والصور تبدأ تتحرك. انت ممكن تكسب مرة واثنين وثلاثة، لكن مش هيبقى ليك جمهور، هتبقى بس موسمي. فاطلع بنفسك يا اخويا علشان تكسب. الطريقة رقم 3، ولكن غير مضمونة، طريقة صعبة جدا. انا اتخيلها ان الطريقة دي ممكن تكون هي الاصعب وبرضه غير مضمونة، ان حضرتك تحاول على قد ما تقدر تعمل اختصارات روابط. وللأسف الشديد اليوتيوب الفترة الاخيرة مهتم جدا باختصار الروابط وبيديك انذار، فانا ما اقدرش اشرحها شرح واقول لك الشرح ده امن بنسبة 100%، ولكن انت ممكن تعمله، ولا قدر الله حصل لك حاجة انا مش مسؤول. زيها زي بالظبط حوض الطبع والنشر، دي طريقة انا الناس بتتكلم عليها ان هي مهمة، ولكن انا شايفها ان طريقة برضو مش عملت لي الجمهور. انت بتبحث وبتبعت الناس واختصارات روابط، طب انت مش ليك جمهور. فانا الطريقتين الاولانيين دول هما اللي بالنسبة لي الاهم. الطريقة الثالثة دي انا قلت اقولها لك علشان ما تكتبهاش في الكومنتات، انا عارفها
ولكن هي غير امنه. يبقى احنا قدامنا دلوقتي طريقتين امنين وطريقتين غير امنين. الطريقتين الامنين هم الطرق اللي انت تطلع بنفسك وانك تشتغل على سكتشات بنفسك، تتريق بقى على موقف حصل لك اني كبير. الطريقه دي عيش بقى براحتك، يعني حاول تدمجها في الموضوع. عايز اقول لك ان اغنيه بس، اغنيه واحده بس للكبير عملت 6 مليون تقريبا في 4 أو 5 أيام. ليه حضرتك ما طلعتش اتكلمت عنها؟ في ناس طلعوا اتكلموا عنها وجابوا مشاهدات وحضرتك لسه بتفكر. عايز اقول لك ان اهم حاجه في منشئ المحتوى استغلال الترندات، واصعب حاجه في منشئ المحتوى اقل حاجه ممكن تكون داخله دماغه هو ان يكون عنده الفكره ما يعملهاش، يكسل، مش هتجيب مشاهدات. لا، اعمل فكره ممكن تجيب مشاهدات، اعمل فكره واشتغل، ما تكسلش في رمضان، ما تخليش الصيام يحبطك، حاول على قد ما تقدر ان تكون متواجد على المنصه بشكل مستمر في رمضان. الناس بتبحث ليه انت مش موجود، الناس بتدور ليه ما تكونش موجود، حاول على قد ما تقدر انك تكون موجود. شكرا للجميع، كان معاكم المرجع الاول لمنشئ المحتوى على اليوتيوب اللي حابب اوضح لك ادق التفاصيل. نورتوني وشرفتوني دايما، وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم علينا وعليكم، ونتقابل ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه يا جماعه. هنا ساسكت قليلا احتراما وتقديرا لهذا الجميل الكبير. عايز اقول لك ان الجزء اللي جاي جزء حلو جدا من وجهة نظري. مسلسل كبير يعتبر من افضل المسلسلات اللي ممكن تتفرج عليها في بيتك من غير ما تخاف او تقلق من ظهور اي لفظ موجب 18 او موجب 21. بصراحة روحي 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 روحي. وكمان ايه، مربوحة موجودة، وافضل دور عمله في حياته وفي تاريخه بيومي فؤاد دور الدكتور. يعني انا بشوف بس بيومي فؤاد وهو لابس البلطو اضحك، بس اضحك على طول، هو ده مصدر الضحك بالنسبه لي. وكمان ظهر احمد السقا اللي تقريبا كان خاطف مربوحه والكبير راح يجيبها، وكان في علامات استفهام على شكل احمد السقا والناس كانت خايفه عليه، ولكن هو طلع طمن الناس. على فكره ده جزء صغير من مجرد اعلان تحليلي، انت بقى لو مسكت حلقه كامله ممكن تعمل اكتر من كده بكتير. شكرا للجميع.